دكتورين مروان الديك في عند خال علاء وخال مصطفى بالسجن وخال ماما محمد. اعطوني كلام. احنا متضامنين مع الاصل. اثنين بريزنت هي الى ليفر بود او فاوين. وين في اي سجن؟ النقب. النقب سنة قضى منهم 15 سنة وبيته سنتين وخال محمد برضو منهم مؤبد 25 سنة وهم حاليا مدربين عن الطعام محمد عبد الجواد مطالبهم في السجن الاحتلال. هشام طلع على المدرسة زي أي ولد طلع وما رجعش واتصلوا علينا من شرطة أرقال إنه هشام محتجز عنا بسبب إنه معاه سلاح ومتهم بمحاولة قتل وطبعا هذا الاشي مستحيل فش منه يعني توقف تضامنية مع أسرانا وإن شاء الله ربنا يكرمهم ويحقق مطالبهم. طبعا هم مش طالبين يعني غير أبسط حقوقهم إن شاء الله الله يقوي ويحبتهم ويقوي عزائمهم.